هنا بمدينة ليون الفرنسية تحتفل الجاليات الإيرانية بحلول رأس السنة الشمسية التي تبدأ يوم غد الاثنين، وهو ما يعرف بعيد النوروز، ويحتفل به أكثر من 200 مليون شخص حول العالم. ومن الطقوس المحببة في النوروز تحضير سفرة يوضع عليها سبعة أشياء تبدأ بحرف السين من الفواكه المجففة وخضرة وحلويات ومكسرات وسمك أحمر. ويعد رأس السنة الجديدة 1390 عطلة رسمية في كافة المؤسسات في الدول المحتفلة. وكلمة نوروز تتكون من مقطعين، نو ومعناه جديد، وروز ويعني يوم، فهو اليوم الجديد المصادف للحادي والعشرين من آذار، ويتزامن مع بداية فصل الربيع. يستمد نوروز القديم جذوره العميقة من التقاليد الإيرانية، ويظهر خلاصة الثقافة الإيرانية للناس من مختلف دول العالم. وتمتد الاحتفالات بعيد النوروز لنحو خمسة أيام. انضممنا إلى هذا الجمع القليل لكنه دافئ وحميمي هنا في ليون للاحتفال مع الماليين من الأكراد والأذريين والبلوشستانيين والأفغان والفرس والطاجيك. كل عام وأنتم بخير.